موضوعنا راح يتكلم عن أصعب أبيات في اللغة العربية. اللغة العربية معروف عنها ثاني أصعب لغة في العالم. في بعض الكلام أو الشعر صعب، صعب جدا. في بعض الأحرف بعد صعبة عن صعبة يعني عن اللغات الباقية. في اللغة الإنجليزية ما عندهم حرف قاف، ما عندهم حرف ذا، ما عندهم حرف لا بعد يدمجون حرفين وهذا حرف ثا هذا حرف، حتى ما عندهم حرف شين غاء. حروف صعبة جدا. يعني حنا ما شاء الله علينا يعني خذينا كل الحروف غاء صاء جيم، فتحس بالفخر انك تتكلم هذه اللغة، تتكلمها وانك دارس بين عرب، تحس فخر والله. في أبيات بعد صعب صعبة يعني حتى العربيين يعجزون عن نطقها، ولا قليل منهم يعني مو بأي حد يجي ينطق أبيات شعر. يعني في هذه الأبيات خليني أتذكرها: شجرة العخعوخي لها عخعخان، لا يعخعخهما إلا فصيح اللسان. صعبة والله يعني عاء وخاء صعبة والله. فأنا قعدت 3 أيام عشان أعرف أنطقها بالنطق الصحيح والله العظيم. خليني أتذكر البيت الثاني للمتنبي بطيب: ما كان نومي إلا بفوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل، أقل أني الأقطع أحمل علي سلعد، زد هش بش تفضل أدني سر سله. شعر صعب شوي والله صعب. حتى في 40 حرف كاف في 4 أبيات. 4 أبيات توقع أنكم عرفتوها: كفاك ربك كم يكفيك، واكفة كيف كافها، ككمين كان منك لك تكر كرا، ككر الكر في الكبد، تحكي لك مشكشكة كلكلك لك كفى كما بي يا كاف كربته، يا كوكبا كان يحكي لكوكب الفلك. ترهيسة. وختاما نقولها باخر بيتين اللي قالها نايف حمدان: إن أردت لسانك أن يعتدلي، يقول عبد الله بن الوموي ابن المعتعتك بعتك معتك، قل للقمقمة قم يعتدلي. اعذرونا على طالة قبل تطلع أصوات الأهل. مع السلامة.